الوزير الصورة. ظن أن تواجدنا في مرفق كما هذا في اليوم العالمي للأرض دليل يعني على كل المجهودات اللي تقوم بها السلطات يعني العمومية للرفع من مستوى الإطار المعيشي للمواطن. اليوم المواطن هو عنده فضاءات كبيرة يعني درجة لكل الاستثمارات اللي أنا نقوم بها بالعاصمة، وهذا يعني بفضل كل مجهودات الحكومة اللي أنا نقوم بها لرفع من مستوى الإطار المعيشي. إذا الدولة استثمرت أكثر من 7 مليار دينار لتهيئة المفرغة. بعد ما هيئنا المفرغة وزارة البيئة بعد ما انتهت من عملية التهيئة سلمناها لولاية الجزائر حتى تتكفل الولاية بتسييرها. اليوم تفضلت السيدة معالي الوزيرة بعملية تشجير على مستوى منتزه واد سمار الذي كان سابقا المفرغة العمومية لواد سمار، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للأرض موافق ل 22 أفريل من كل سنة. بالنسبة لهذا المنتزه يتربع على مساحة 45 هكتار، 40 هكتار مزروعة من ب 617 ألف نبتة من 27 نوع، ومزود أيضا بتجهيزات تقنية من أجل ضمان تسيير نواتج نفايات من غاز حيوي وعصارة نفايات من أجل تثمينها وضمان محيط آمن للسكان المحيطين ولكافة المناطق المجاورة لهذا المكان.